مرحبا بكم احبائي، لك اهلين باحلى واغلى الاحبه والاصدقاء. هذا السؤال وصلني مؤخرا بشكل كبير، هو موضوع التوفير، فتح حساب توفير او فتح يعني دفتر توفير في البنك. هل يحق لشخص مسجل في الجوب سنتر يحصل على معونة من عند الجوب سنتر، مساعدة، معاش، كما يحلو لأي شخص ان يسميه؟ هل مسموح له ان يوفر شهريا مبلغا معينا، يعني يوفر كل شهر 5 يورو، 10 يورو، 20 يورو، 100 يورو إلى الأيام السوداء، يعني نوفر دائما للأيام السوداء، أو يوفر من أجل فتح مشروع معين؟ سوف أعطيكم الجواب دون إطالة. أي شخص مسجل بالجوب سنتر ويحصل على إعانة لا يحق له بتاتا ونهائيا أن يقوم بتوفير أي سنت، يعني حتى أي سنت ممنوع 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 منعا كليا. لماذا؟ لأنه مبدأ الجوب سنتر هو أن الناس التي تكون مسجلة في الجوب سنتر هي الناس الفقيرة، يعني الشخص الذي يكون مسجل في الجوب سنتر هو إنسان فقير، وحسب القانون يمنع على أي شخص أن يستغل، هكذا يقول القانون، أن يستغل الجوب سنتر من أجل جمع المال أو من أجل توفير المال. حتى لو قلت لا أنا أوفر فقط 50 يورو أو أنا أوفر 100 يورو لكي أشتري سيارة أو أنا أوفر كذا وكذا لكي مثلا أشتري بيت أو لكي أشتري عربة، ممنوع. إذا فتحت حساب توفير في بنك الجوب سنتر سوف يعرف، وفي هذه الحالة الجوب سنتر سوف يأمرك بحل ذلك الحساب والعيش بتلك الأموال، وعندما تنتهي تلك الأموال ترجع إلى الجوب سنتر. فمثلا إذا بدأ الشخص يوفر كل شهر 100 أورو ووصل المبلغ بعد مدة معينة، بعد سنتين وصل إلى مثلا نقول وصل إلى 2000 يورو أو 3000 يورو، وعلم الجوب سنتر بهذا الأمر، فإن الجوب سنتر في هذه الحالة سوف يطلب منك، لماذا عندك أنت 3000 يورو أو عندك 2000 يورو أنت مخبيها، أنت محوشها ولم تخبر به؟ فسوف يحسبون لك تلك الـ2000 يورو كأملاك هي عندك، وسوف يتم اقتطاع الـ2000 يورو من المعاش أو المرتب أو المساعدة التي يحصل عليها الشخص. إذن أي شخص مسجل في الجوب سنتر ممنوع عليه أن يقوم بجمع المال أو يقوم بتحويش مبلغ معين للأيام السوداء. أنا بصراحة أنصح أي إنسان أن يقوم بهذا الأمر، لكن الناس التي خارجة عن الجوب سنتر، مثلا الطلبة، شخص يشتغل إلى آخره، يعني الجوب سنتر في هذه الحالة لا يستطيع أن يتكلم معك. عندما تكون تشتغل أو تكون لست مسجلا في الجوب سنتر فلن يتحكموا فيك. أما إذا كنت مسجل عندهم وتأخذ من عندهم مصروف إلى آخره، فإنهم سيتحكمون فيك وسوف يقولون لك عندما يرون بأنك تقوم كل شهر بتحويش 50 أورو أو 100 أورو، سوف يقول لك واو نحن نعطيك فلوس كثيرة، لأن الحسبة دائما تكون زائد ناقص، يعني زائد ناقص تساوي صفر، لازم دائما في الآخر الواحد تكون عنده تساوي صفر. إذا الواحد بدأت كل شهر يعني تفضل عنده 100 أورو، 200 يورو، 300 يورو يخبيها وعلم بها الجوب سنتر، في هذه الحالة الجوب سنتر سوف يبدأ الشك وسوف يبدأ المراقبة وسوف يقول لك من أين لك هذا؟ لماذا يفضل عندك هذا المبلغ الكبير؟ ليس عندك مصاريف كثيرة، تبدأ حسبة مجددا. وإذا علموا بأنك قمت بتحويش 2000 أو 3000 يورو هنا في هذه الحالة، سوف يوقفون لك معاشك ويقولون لك هاد 3000 يورو سوف تكفيك لأربعة أشهر، بعد أربعة أشهر عندما تصرفها كلها ترجع عندنا. هذا هو جواب هذا السؤال أحبائي، أرجوكم انشروا هذا الفيديو كي يعرف الناس هذه الأمور وهذه المعاني التي لا يعرفها عدد كبير من الناس. أنا اسمي مارو وهنا للمساعدة، اكتبوا الأمور التي تحبون أن أعمل لكم منها فيديو إن شاء الله، فيديو فيه شرح على هذه الطريقة. إلى اللقاء أحبائي.